ايه رايك في الدراسه اللي بتقول ان الستات اكتر كرم ولطف من الرجاله؟ دي حقيقه فعلا، بس لو الرجاله كذبوا عليهم. بس شيء طبيعي، ام حنونه فشيء عندها الكرم، فالكرم سواء في الاطفال سواء في الضيف سواء في الزوج. لا اعترض. لا يعني في وفي بالتاكيد طبعا، لان طبيعه الست فيها الموده والرحمه والعاطفه. انا شايفه الرجاله اكرم من الستات بصراحه. لا الست شويه عصبيه، يمكن عشان برضو الروتين البيتي وراها مسؤوليه، الراجل لا بيبان حتى في الام او في 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 المراه في الزوجه على زوجها او الام مع ابنائها، في الكرم اللي هي بتديه والحنان اللي بتطلعه من جواها. طبعا اكيد طبعا. ده اكيد في حاجات وحاجات برضو، يعني مش دايما تمام. بس كامهاتنا واخواتنا وحبايبنا طبعا كلهم طبعا كرم بزياده. لا 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 خالص خالص، الراجل كريم، واكبر دليل انه كريم على زوجته، كريم على امه، كريم على اخته، لكن الست مش كده خالص. ايه لطيفه وحنينه وطيبه، بس مش كريمه زي الراجل. الست بطبيعتها رقيقه وناعمه وحنينه، فكل الصفات دي بتجمعها في صفه واحده ان هي كريمه. هي اول واحده بتبقى مكرمه واخده بالك مع جوزها واولادها وكده، فده حاجه مؤكده 100%. بصراحه اكيد الالبوم حنان عن الرجاله شويه. بس احنا اللي بنعمل الواجب كله. صح، في يوم الرجاله بيعزموا احنا اللي بنعزمه، هم بيدفعوا. مع الدراسه طبعا اكيد، الراي الغالب مع الدراسه. انا بشك في التقارير دي والتحليل دي تبعكم. لا مش طبعا، ده راندوم، ده ناس عشوائيه في الشارع على فكرة. ما انت في من الرجاله قالوا برضه نسبيا. انا معاكم ان ممكن تكون الصفات الطف لكن مش اكتر. هو في رجاله على فكره كرم المشاعر، مع احترامي لوجهات نظركم والاخرين، حتى الكرم مش بس في الماديات، الكرم في المشاعر. صح، وام المشاعر كلها المراه. صح دي طبعا، خلاص اذا احنا الاكرم عرفت ان الكرم بيجي في كل حاجه. ده انا كل يوم بقعد احكي لكم من كرمي. لا طبعا انت اكرم الناس، انت ابو الكرم. ده ناقص حاجه بسيطه، ان انا اطعم لكم الاكل ببقك. والله وفي كرم اكتر من كده؟ خلاص اتفقنا. وفي كرم اكتر من كده يا بنات؟ لا بص يا شيف حسن، يمكن انت عندك حق، او انا فاهمه وجهه نظرك جاي منين، لان دايما الراجل هو رب الاسره وهو اللي بيصرف على البيت، فهنا بيبان قوي اذا كان راجل كريم ولا مش كريم. صح. فعشان كده دايما بنقول الرجاله كرمة، لان هم دايما بيصرفوا على بيتهم فسهل الحكم. لكن معظم الستات ما بتبقاش في موضع ان هي بتصرف على البيت ومسؤوله. فما بيبانش كرامه قوي الا بقى مثلا بين صحابها بين ولادها، لكن الراجل ممكن يبان كرمه يعني اكتر، ان هو شايل الانتاج بكله. وفي الاخر طبعا دي اختلافات فرديه، يعني احنا ما بنعممش كل الناس، يعني برده عشان نبقى حقانيين. فاكيد زي ما في ستات كريمه في كمان رجاله لطيفه وكريمه، ودي فروق فرديه بين الافراد. عارفه تقيسي الكرم الحقيقي امتى؟ لما يكون الشخص معهوش وبيدي. صح، ده زي الحب الحقيقي.